لأكثر من قرن ونصف لا تزال مدينة القطن بمحافظة حضرموت تشهد ما يسمى بموسم زيارة الهدار أو زيارة القطن، وهو سوق تجارية شعبية تجري زيارتها سنويا. قصة هذا السوق بدأت قبل عقود طويلة كما تقول بعض المرويات هنا، حينما قام العلامة عمر الهدار بإنشاء صلح بين القبائل والتوقيع عليه كوثيقة ومعاهدة. سعى الهدار من خلالها إلى تطبيع الحالة الأمنية للمنطقة بإبرام المواثيق والعهود بين مختلف القبائل بعدم الإخلال بالأمن العام وأجواء الاستقرار. الزيارة ملتقى سنوي للجانب التجاري والجانب الشراء والبيع والعادات والتقاليد والألعاب الشعبية. حكم قرب من السلطة المحلية المديرية سيسعون لتطويرها مستقبلا لتعود بزهوها حسب كما كانت فيها سابقا. سترافقها عديد من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية. إحياء لهذه المعاهدة التي تنشد الأمن والسلام، أصبحت هذه الزيارة مستمرة حتى يومنا هذا من خلال هذه السوق التجارية التي تستمر على مدى 10 أيام، تزدهر بمحلات بائع الحلوى وألعاب الأطفال إضافة للمنتوجات اليدوية المحلية. شاهدوا المواطنين أنتوا، وكل سنة أحسن من سنة، وحسب الأوضاع هذه بدأت تزيد، كل ما استقر الأمن بتكون أكثر الزيارة وغير الزيارة. وحنا كل سنة نزور لهذه المنطقة ونشيل مقتنياتنا كامل وما نحتاجه، وصراحة يعني عادة نفتخر بها ونعتز فيها. على خطى الأولين تمتد زيارات السوق منذ عقود، حيث كانت بمثابة السوق الحرة التي تزدهر فيها تجارة الترانزيت بين مناطق الوادي الخاضعة لكل من الدولة القعيطية والكثيرية، كما أن أهالي المناطق المجاورة قد ربطوا اقتنائهم لمستلزماتهم الخاصة به، فارتبطت مناسباتهم بهذه الزيارة، حيث لا يجد المواطن حاجته إلا هنا في هذه السوق. حداد مساعد، قناة بلقيس، من مديرية القطن حضرموت.